بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض حصه لماده الرياضيات للصف السادس الابتدائي. معاكم مستر ايمن المرصفاوي، اكاديميه ام اس اكاديمي. تمام. في البدايه، لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، المنهج الفعلي للصف السادس لسه ما نزلش، بس في مبادئ واساسيات مهمه لازم نكون عارفينها كويس قوي 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 قبل ما ندخل السنة الجديدة بتاعتنا. أساسيات معانا في الرياضيات لازم كلنا نكون عارفينها كويس، وما يكونش فيه أي حاجة منها مجهولة بالنسبة لينا إحنا دلوقتي طلبة كبار في سنة ستة ابتدائي. فخلينا نعمل مراجعة سريعة كده على أهم المفاهيم المطلوب مننا نكون عارفينها في الفترة دي. اتفقنا يا شباب؟ في البداية عايزين اوكي نعرف ايه الفرق ما بين القيمة المكانية والقيمة القيمة العددية للرقم. القيمة المكانية وقيمة الرقم، لو احنا شفنا اي عدد هنلاقيه بيتكون من مجموعة من الارقام جنب بعضها، مظبوط؟ مجموعة الارقام دي كل رقم منهم او بيكون له حاجة اسمها قيمة مكانية. يعني ايه قيمة مكانية؟ يعني اسم للمكان اللي هو موجود فيه، سواء كان الرقم ده في مجموعة الأعداد الصحيحة أو في الكسور العشرية. تمام؟ لأن أنا ممكن يبقى عندي هنا علامة عشرية وعندي مجموعة من الكسور العشرية على يمين العلامة، هلاقي دايما إن العلامة العشرية بتقسم لي العدد بتاعي لجزئين. الجزء اللي على يسار العلامة ده بيكون إيه؟ بيكون عبارة عن العدد الصحيح، عبارة عن الإيه؟ العدد الصحيح. أما الجزء اللي على يمين العلامة ده اللي بيكون اسمه إيه؟ الكسر العشري. طيب أول خانة على يسار العلامة بيكون مكانها اسمه إيه؟ دي اسمها خانة الآحاد، واللي جنبها عشرات، اللي جنبها مئات، مئات. وبعد كده الثلاثة دول بيكونوا لي مجموعة مع بعض اسمها مجموعة الوحدات. تمام؟ بعد كده بلاقي عندي مجموعة جديدة اسمها مجموعة الألوف، وبيكون فيها نفس الثلاث أرقام اللي هم آحاد الألوف، عشرات الألوف، ومئات الألوف، وبعد كده بيتكون عندي مجموعة جديدة اللي اسمها مجموعة الإيه؟ الملايين، عائلة جديدة اسمها عائلة الملايين، هلاقي برضو فيها آحاد وعشرات ومئات. طيب بالنسبة للكسر العشري اللي هو موجود على يمين العلامة، أول خانة موجودة على يمين العلامة العشرية دي بيكون اسمها جزء من إيه؟ جزء من عشرة. طب واللي جنبها؟ جزء من مئة. والتالتة اسمها جزء من إيه؟ من ألف جزء من ألف. من ألف يبقى أنا عن طريق إن أنا حافظ الجدول ده بتاع الترتيب بتاع الأرقام، يبقى هقدر إن أنا أحدد القيمة المكانية لأي إيه؟ لأي رقم، ومش هيكون صعب عليا إن أنا أعرف المكان بتاعه اسمه إيه. على سبيل المثال هنكتب رقم دلوقتي ونقول القيمة المكانية بتاعة كل رقم عبارة عن إيه؟ تعالوا لما نشوف العدد اللي قدامنا، مين يقدر يقرأ لي العدد ده؟ اتفضل يا أروى. يلا أروى. 2,453,758,000 763 و635 جزءا من 1000. ممتاز، برافو عليك يا أروى. يبقى أروى عملت إيه يا شباب؟ قسمت العدد اللي قدامي ده لمجموعة من العائلات، أدي المجموعة الأولى بتاعت الوحدات من على يسار العلامة على طول.
ثلاث أرقام أحد وعشرات ومئات، وبعد كده مجموعة الألوف ثلاث أرقام أحد ألوف عشرات ألوف مئات ألوف، وبعد كده راحت واخدة مجموعة الملايين أحد ملايين عشرات ملايين مئات ملايين، وبعد كده الخانة الأخيرة اللي هي بتاعت مين؟ المليار. وبالنسبة للي على يمين العلامة دي اسمها إيه؟ الكسر العدد، العشري. اللي هو جزء من 10 هو جزء من 100 وجزء من 1000. طب أنا لما هاجي دلوقتي يا شباب وأسألكم ما هي القيمة المكانية للرقم 5 هنا؟ قيمته المكانية إيه؟ ها؟ خمسة القيمة المكانية للرقم 5؟ أنا عشرات الألوف عشرات الألوف. ليه؟ لأن المكان ده اسمه عشرات الألوف الألوف. أما قيمة الرقم، قيمة الخمسة هنا كام؟ 50,000. 50,000. مين تاني معانا خلاف أروى؟ يلا أنا عائشة. شركة، يلا يا عائشة، يا عائش يلا، أيوة أنا عايزين نعرف القيمة المكانية للرقم 4. رقم 4. أربعة هنا قيمتها المكانية إيه؟ 4 مليون. القيمة المكانية مش قيمة الرقم. المكان ده اسمه إيه؟ دول الوحدات أهم، ودول الألوف أهم، ودول الملايين. مين بقى هي في الملايين؟ هل هي أحد الملايين ولا عشرات الملايين ولا مئات الملايين؟ مئات الملايين. يبقى القيمة المكانية للرقم 4 هي مئات الملايين. أما قيمة الرقم 4 كام لما تكون موجودة في مئات الملايين؟ بنروح كاتبين مليار. الأربعة، بنروح كاتبين الأربعة ونلغي أي رقم على اليمين ونحط مكانه صفر. يبقى مكان الخمسة هنحط صفر، ومكان الثلاثة صفر، ومكان الألوف هنحط ثلاث أصفار، ومكان الوحدات هنحط ثلاث أصفار. يعني قيمة الأربعة هنا كام؟ 400 مليون. يلا يا آية، أنا عايز أعرف القيمة المكانية للرقم ثلاثة هنا. نعم مستر. القيمة المكانية للرقم 3. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 30. القيمة المكانية، المكان اللي موجود فيه الثلاثة ده اسمه إيه؟ عشرات. لا مش عشرات. ليه مش عشرات؟ لأن أنا عندي حاجة جميلة في النص أهي اسمها إيه؟ اللي موجودة في النص دي اسمها علامة عشرية. العلامة العشرية دي عملت إيه؟ قسمت لي العدد لجزء صحيح وجزء عشري. تمام؟ فأنا ما ينفعش إن أنا أقول عليه إن هي مين؟ إن هي عشرات. بنبدأ بقى من على يمين العلامة، ده جزء من 10 واللي جنبه جزء من كام؟ جزء من 100، يبقى من الثلاثة دي مئة. القيمة المكانية بتاعتها جزء من 100. تمام؟ جنى، ما دام القيمة المكانية بتاعتها جزء من 100 يبقى قيمة الرقم كام؟ يلا يا منى. يلا يا ياسمين، قيمة الرقم 3 هنا كام؟ 3 مئة. 3 من 100، يبقى قيمتها 3 من 100. ليه 3 من 100؟ لأن هي موجودة في خانة الجزء من 100. يبقى احنا كده افتكرنا مع بعض موضوع القيمة المكانية وقيمة الرقم، وعرفنا ازاي ان احنا بن ايه بنحدد. ندخل على جزئية تانية معانا اللي هي صيغ. مفيش صوت. لو سمحت يا مستر، هي الخمسة مس يعني الخمسة تكون قيمتها المكانية تبقى ايه؟ أني خمسة بالظبط؟ هل الخمسة الأولى الخمسة. دي ولا أيوة دي؟ الخمسة. الأولى دي قيمتها المكانية جزء من 1000. ليه قلت جزء من 1000؟ عشان أنا عندي علامة عشرية هنا أهي. العلامة العشرية هي اللي رتبت لي القيم. تمام؟ ناخد مثال تمام، تاني يا شكرا. شباب وننقل على الجزئية اللي بعدها. ناخد مثال كمان. طيب نشوف كده مع بعض العدد اللي قدامنا ده. العدد اللي قدامنا ده يا شباب مين يقدر يقرأه؟ يلا يا ريتاج. ريتاج
معاك يا مستر. نقرأ العدد اللي قدامنا ده. تمام، ثانية واحدة. معلش، هو رقم الأربعة ده في خانة إيه؟ مش عشان عارف لسه داخلة. مش عارف مش انا عندي هنا علامة عشرية. أيوة، طيب يلا يا عمر، عايزك تقول لي العدد ده هنقرأه ازاي. انا عندي علامة عشرية، يبقى بنبدأ من بعد العلامة العشرية ونحدد. عمر يلا يا ليان. ليان نعم. يلا، عايزين نقرأ العدد ده. نقرأه ازاي يا ليان؟ طيب، أربعة مليار. أربعة مليار وإيه تاني؟ 365 مليون هو أنت رياضيات ولا 842. ماث؟ ثانية واحدة ثانية واحدة، أنت رياضيات ولا ماث؟ رياضيات رياضيات، يبقى إحنا بنقرأه بالإيه، بالعربي. بس أنا كنت لغات. طيب إحنا دلوقتي إيه؟ 435 بليون. ها، واحدة واحدة. بص يا شباب، نفتكر مع بعض ازاي نقرأ العدد. أول حاجة أبص على العدد اللي عندي، أشوف هل موجود فيه علامة عشرية ولا لأ. لو لقيت فيه موجود علامة عشرية، يبقى هتحرك من جنب العلامة. بتحرك منين؟ من جنب العلامة. طب يا مستر ما لقيتش فيه علامة عشرية، يبقى أنا ببدأ من على اليمين خالص. بالنسبة للعدد اللي قدامنا ده فيه علامة عشرية، يبقى نبدأ نحدد ثلاث أرقام ونعمل بعضهم فاصلة. أدي واحد اتنين تلاتة، ونعمل بعضهم فاصلة. الثلاث أرقام دول بتوع مين؟ دول بتوع الوحدات. وبعد كده نعد ثلاث أرقام، واحد اتنين تلاتة، ونعمل فاصلة. الثلاث أرقام اللي بعد الوحدات بتوع مين؟ بتوع الألوف. وبعد كده ثلاث أرقام تانيين دول بتوع الملايين. طب عايزين نقرأ العدد، نقرأه من الشمال لليمين. مين اللي موجود في خانة المليار؟ اللي موجود في خانة المليار الأربعة، ننطقها لوحدها، يبقى أربعة مليار. أربعة إيه؟ مليار. طيب مين اللي موجود في مليون خانة الملايين؟ 356 مليون. مليون مليون، يبقى مليار بعد كده مليون. طيب ندخل على الخانة اللي بعدها، ثلاث أرقام دول فيهم مين؟ 842. طب دول تبع مين؟ الألوف. يبقى ألوف 642 ألف. ومين اللي موجود في خانة أربعة الوحدات؟ وثلاثين 34. 34. طب أنا ثلاثين عندي لسه كسر عشري، نقول و مية أربعة764 سبعمية مين أربعة الجزء اللي وتسعين موجود؟ مين جزء من كام؟ ألف، جزء من جزء ألف. من ألف، ليه قلنا جزء من من ألف؟ ألف. لأن عندي ثلاث أرقام على يمين العلامة. طب لو كان عندي رقمين بس على يمين العلامة؟ يبقى كله جزء يعمل من ميوت يا ألف. شباب، كله يعمل ميوت. لو عندي رقمين بس على يمين العلامة كنت هقول جزء من 100. طب لو عندي رقم واحد هقول جزء من ايه؟ جزء من 10. 10. يبقى انا افتكرت كده ازاي اقدر اقرأ الارقام الكبيرة اللي عندي، سواء كان فيها علامة عشرية او ليست تحتوي على علامة عشرية. الجزئية دي فيها اي نعم يا مشكلة بالنسبة لنا؟ لا يا مستر. هنقرأه بسهولة؟ تمام ايوه ان شاء الله. ندخل على الجزئية اللي بعدها اللي هي صيغ كتابة الأعداد. العدد اللي عندي أقدر أكتبه بأشكال مختلفة. إيه هي الأشكال دي؟ تعالوا نشوفهم مع بعض. صيغ كتابة الأعداد، أول حاجة
الصيغة الطبيعية خالص اللي احنا بنشوفها في الرياضيات عموما، اللي بتتكون من مجموعة من الرموز جنب بعضها، مجموعة أرقام جنب بعضها، دي على طول بنسميها الصيغة الإيه؟ الصيغة القياسية. الصيغة القياسية. الصيغة القياسية زي اللي احنا لسه شايفينها إيه في العدد اللي قدامنا ده، ده يعتبر كده في الصيغة القياسية، وده يعتبر في الصيغة القياسية. ليه؟ لأن هما مجموعة من الأرقام جنب بعضهم. يعني أنا لو كتبت الشكل ده كده أهو، هكتب لكم عدد بالصيغة القياسية 3542 و173 جزء من 1000. العدد بالشكل ده في الصيغة الإيه؟ الصيغة القياسية. تمام؟ الصيغة القياسية. طيب عندي شكل تاني اسمه، أو صيغة تانية اسمها الصيغة اللفظية. إيه هي بقى الصيغة اللفظية دي؟ الصيغة اللفظية بتروح رايحة للغة العربية تقول لها النطق اللي أنا نطقته ده، أو الرقم اللي أنا، العدد اللي أنا قلته بلساني ده، أنا عاوز أكتبه بالحروف. فبنروح كاتبين العدد بتاعنا، بدل ما هو مكتوب بالأرقام نكتبه بإيه يا شباب؟ بالحروف. يعني ال 3542 دول هنكتبهم ازاي؟ هنروح كاتبين بالحروف كده 3000 وخمسمائة ثلاثة وأربعين اثنين واربعون مية اثنين تلاتة وأربعين واربعين من مئة جزء من ألف ومائة اثنين وأربعون ثلاثة وثلاثة وسبعون وسبعون ثلاثة وسبعون جزء من جزء من ألف. ألف من ألف. يبقى انا كده كتبت نفس الايه، نفس العدد بس كتبته هنا بالحروف. يبقى دي اسمها ايه؟ الصيغه الايه؟ اللفظيه. اللفظية الصيغه اللفظيه. اللفظية طيب عندي كمان طريقه اقدر اكتب بيها العدد اللي قدامي، اسمها الصيغه الممتده. ايه حكايه الممتدة. الصيغه الممتده دي بقى؟ قال لي هتجيب لي كل رقم بقيمته العدديه. يعني ايه؟ يعني الثلاثه هنا موجوده في خانه مين؟ الجزء من 1000، قيمتها ايه؟ 3 من 1000. يبقى الصيغة الممتدة هتبقى مجموع القيم، قيم الأرقام المكونة للعدد، مجموع قيم الأرقام المكونة لمين؟ للعدد. دي اسمها الصيغة ممتدة. الممتدة. ممتاز. يبقى أنا هاجي هنا عندي الثلاثة دي في خانة الجزء من 1000، يبقى 3 أجزاء من 1000 زائد مين موجود في الجزء من 100؟ السبعة. يبقى 7 أجزاء من 100 زائد بعدين موجود في خانة الجزء من العشرة، واحد من عشرة، واحد، يبقى واحد واحد من من عشرة، 10 زائد مين موجود في خانة الأحاد؟ اثنين، 2. مين موجود في اثنين، خانة العشرات؟ الأربعة. أربعة، أربعين، أربعين. اللي بعدها مئات مين؟ خمسة. الخمسة تبقى مئتها خمسمية، مين موجود في الآلاف؟ خمسمية، ها، التلاتة تبقى تلاتة آلاف، 3000. تلاتة. الثلاث صيغ دول يا شباب هم الصيغ الأساسية اللي معايا. في عندي بعد كده صيغتين تانيين أقدر أكتب بيهم الأرقام، دول بناخدهم إضافي. صيغة اسمها الصيغة التحليلية، وصيغة اسمها صيغة الوحدات. مين فاكرهم؟ أنا مستر اتفضل. إيه هي الصيغة التحليلية دي؟ كنا بنعمل فيها إيه؟ الصيغة التحليلية هي زي، لا هي زي الصيغة الممتدة، بس الفرق بس في ال اسمها ايه اتفضل ال براحتك. ان انا بضرب الرقم في قيمته المكانيه. ايوه هي، وكمان بنعمل كمان خطوط كده حواليهم اللي هو الخط ده، اقواس نحطهم ما بين ايوه ايه؟ اقوى. اقواس. تمام، ممتاز يا معاذ. يعني بنروح جايين كده، نروح قايلين الثلاثه دي نكتب رقم الثلاثه. طب ده هو موجود في خانه الجزء من 1000، يبقى اضربه في جزء من 1000. طب مين اللي بعده؟ اللي بعده السبعه. ده السبعة دي موجودة في خانة الجزء من كام؟ من 100، يبقى اضربها في جزء من 100. مين اللي بعدها؟ الواحد. ده الواحد موجود في جزء من 10، يبقى هضرب الواحد في جزء من 10 زائد. الاتنين موجودة في مين؟ في الأحاد، يبقى 2 في 1. الأربعة موجودة فين؟ في العشرات، يبقى 4 في 10. في العشرة، الخمسة موجودة فين؟ في الآلاف، في المئات، يبقى هضرب الخمسة في 100. وآخر حاجة التلاتة موجودة فين؟ في في الألوف، الألوف، يبقى أضرب الثلاثة في مين؟ في الألوف، في 1000، يبقى ضربت الثلاثة في 1000. شكرا، أنا كده عملت الصيغة التحليلية. طيب مين فاكر صيغة الوحدات؟ ها، صيغة الوحدات مين هيجاوب؟
صيغة الوحدات كانت قابلتنا كده شوية كده صغنطتين كده في سنة خمسة، بنكتب الرقم ونكتب جنبه إيه؟ القيمة المكانية. بنكتب الرقم وبنكتب جنبه الصيغة المكانية، يعني نروح كاتبين إيه؟ ثلاث أجزاء من 1000 وسبع أجزاء من 100 وواحد جزء من 10 وبعد كده واتنين صحيح اتنين أحاد وأربعة عشرات وخمسة مئات وآخر حاجة وإيه وتلاتة وثلاثة آلاف. يبقى هي دي كانت صيغة الوحدات اللي احنا كنا بنشوفها قبل كده. تمام يا شباب؟ الجزئية دي فيها أي تمام حاجة؟ تمام تمام أهلا، تمام يا مستر، حلوة أوي. سهل. تمام، كان عندي حاجة بالنسبة للأعداد اسمها التقريب والتقدير. كان عندي حاجة اسمها إيه؟ التقريب التقريب، التقريب والتقدير. والتقريب، التقريب. إيه الفرق ما بينهم؟ في عندي التقدير. التقدير ده له نوعين. التقدير ده عندي نوعين، التقدير باستخدام التقريب والتقدير باستخدام أول عدد من جهة اليسار. ها، مين فاكر ويقول لي إيه الفرق ما بينهم؟ التقدير باستخدام التقريب كان بيعتمد على العدد اللي موجود على اليمين. العدد اللي موجود فين أو الرقم اللي موجود فين على يمينه، لأن الأرقام في الحالة دي كنا بنقسمها لجزئين، يا إما أرقام فقيرة يا إما أرقام إيه غنية. الأرقام الفقيرة اللي هي كانت صفر واحد اتنين ثلاثة لحد أربعة، دي أرقام كنا بنسميها الأرقام الإيه الفقيرة أو الفقير. غير الموصلة. وكان عندي مجموعة تانية من الأرقام اسمها أرقام غنية أو موصلة. يعني إيه موصلة؟ يعني بتزود الرقم اللي أنا بقرب له. الفقيرة زي ما اتفقنا اللي هي الصفر واحد اتنين تلاتة أربعة، والغنية اللي هي كانت كام؟ اللي هي كانت خمسة، ستة، خمسة سبعة، ستة سبعة ثمانية تسعة. سبعة، ثمانية، تسعة. ممتاز، يبقى هي كانت دي الأرقام الفقيرة والأرقام الإيه الغنية. أما بالنسبة للتقدير لا يعتمد على شيء. يعني إيه لا يعتمد على شيء؟ يعني مهما كان العدد اللي موجود على اليمين ما بيأثرش فيا حاجة. أنا بروح كاتب الرقم اللي على اليسار بالظبط، وكل الأرقام اللي على يمينه بكتب بدلها إيه أصفار. يعني أنا لو دلوقتي عاوز أقدر 413 دي تقديرها كام؟ تقديرها كام 400؟ اروح كاتب الايه ال400 بالشكل ده. طب كانت لو 499 تقديرها كان بيبقى ايه؟ ها، 500، 500. 499. لا، التقدير كان 400 لما انا بشتغل باول عدد من جهة اليسار. تقدير ال400 بعينها قريبة جدا من مين؟ من ال500. يجي يقول لك لا، انت هتشتغل مالكش دعوة باي حاجة على اليمين، الغي ده خالص وحط مكانه اصفار، الغي ده وحط مكانه اصفار. اما مين اللي كان بيعتمد؟ التقريب. يعني لو نفس العددين هنا 413 تقريبها كانت كام؟ تقريبها 400. ليه؟ لان انا بقرب للاربعه والواحد اللي جنبها عدد فقير. اما لو قلت ال499 كانت بتساوي تقريبا كام؟ ده 500، 599 لان واحد. الاربعه مين اللي جنبها التسعة والتسعة بتزودها تبقى 500. تمام يا شباب؟ تمام في أي مشكلة هنا؟ تمام لا كله فاهم. بالنسبة مستر للحاجة ممكن تريدي مستر أول عدد من جهة اليسار تاني؟ أول عدد أيوة من يا جهة تمام اليسار، كويس. أول عدد من جهة اليسار لو أنا قلت مثلا 4325، مين أول عدد من جهة اليسار هنا؟ الأربعة
أربعة. أروح كاتب الأربعة، في كم رقم على يمينه؟ ثلاثة. ثلاثة. واحد ثلاثة. اثنين ثلاثة، أهو أربعة تسعة تسعة تسعة. في أول مين أول عدد من جهة اليسار؟ أربعة. 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 أروح كاتب الأربعة. أربعة. مين كم رقم على اليمين؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة، يبقى التقدير بتاعي كام؟ في الحالتين 4000. 4000. طب تعالى اما نشوف بقى هنا ايه التقريب، 4325. انا بقرب للاربعة، مين اللي على اليمين؟ الأربعة الأربعة. من جهة الثلاثة. العلمين خمسة. على يمين الاربعة، مين؟ مين اللي على يمين الاربعة؟ ثلاثة. ثلاثة. غني ثلاثة. ولا فيا؟ ثلاثة. غني ولا فيا؟ طيرة. طيب طيرة. هيزود الأربعة ولا مش هيزودها؟ لا هيزودها. هيزودها، تنزل 4000. طيب لو نفس إيه، تنزل 4000. طب 4999. هنا برضه أنا شغال في التقريب. الأربعة هي مين اللي على يمينها؟ التسعة. تسعة تزود ولا ما تزودش؟ هتزودها تبقى زود، 5000. يبقى ال 4000 هتخليها كام؟ خمسة. خمسة. فهمنا الفرق ما بين التقريب والتقدير؟ تقريب أيوة. التقدير من اول عدد من جهه اليسار، ماليش دعوه اللي على اليمين ايه، ان شاء الله لو فرق ما بينهم واحد ما يشغلنيش، انا برجع اكتب الرقم ده والغي كل دول واحط مكانهم اصفار. اما التقريب قبل اي ما مستر مسألة منها بنلغي الارقام دي كلها وبنحط بس بنحط اصفار، ده بالنسبه لمين؟ للتقدير. اما بالنسبه ايوه. للتقريب قبل ما بعمل اي حاجه لازم انا استاذن من اللي جنبي، اشوف اللي جنبي غني ولا فقير. لو فقير فيديني، لو غني يا مستر هيزود، بعدين. هيزود الايه الرقم، هيزود له واحد. اتفقنا يا شباب؟ تمام يا مستر. هي دي فيها مشكله؟ لا طيب سهلة. عايزين يا نتكلم بقى مستر مع بعض كده في حته العوامل. عوامل. فاكرين العوامل ولا لا؟ عوامل. يا مستر فاكرينها كويس يعني؟ أيوة. كانت سهلة ولا صعبة؟ سهلة. سهلة أكيد. قربي النت. طيب تعالوا أما نشوف كده عوامل الأعداد. يعني إيه عوامل الأعداد يا شباب؟ يعني الارقام اللي بتتضرب في رقم تاني، لو ده مثلا سجل. يعني مثلا 4 لا في 2 حلو. أو إيه؟ او 4 في 1. أو 4 في 1، برافو عليك. لأن أنا دلوقتي بتكلم عن العوامل عموماً، ما قلتش العوامل الأولية. أنا عندي حاجة حاجتين، يا إما العوامل كلها تمام تشمل عوامل أولية أو غير أولية. أو لما بقول لك العوامل الأولية إيه؟ يعني إيه عامل أولي؟ يعني ما اقدرش ان انا احلله تاني. في نفسه في واحد. بالظبط كده. على سبيل المثال انا عاوز اجيب دلوقتي عوامل العدد 12. عوامل واحد. العدد 12 ايه؟ علشان اجيبها استخدم اكتر من طريقه، اشهرهم التي تشارت اللي هو بالشكل ده. ثلاثة ولا أربعة؟ يبقى انا عندي ال 12 عواملها مين؟ واحد في 12. الواحد والاثناشر الاثنين والستة ومين والثلاثة تاني؟ في أربعة. والثلاثة ثلاثة في أربعة. وأربعة. يعني عوامل ال 12 هي مين؟ هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والستة وال 12. صح؟ صح. طيب العوامل الأولية، ثلاثة تاني. العوامل الأولية للعدد 12 هتبقى الاثنين الاثنين والثلاثة. والثلاثة هتبقى دول الاثنين بس. والثلاثة وبس. 2 و3 وبس؟ لا تعالوا نشوف لا كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنعملها الاثنين عن طريق والثلاثة. الشجرة بالشكل ده. ناخد ال 12، ال 12 دي كام في كام؟ اثنين في ستة. 12 اثنين في ستة. 2 في 6. ثلاثة واحد في أربعة. تمام؟ ال 2 دي، الستة هنقسمها تبقى الاثنين اثنين دي في عدد، ثلاثة. دي عامل اولي، اما الستة نقسمها 2 في 3. يبقى هتبقى اثنين العوامل في ثلاثة. الاولية لل 12 بتساوي كام؟ هيبقى 2 تساوي 2 في 2 في 3. اثنين ضرب ثلاثة. يبقى 2 ضرب 2 ضرب ايه؟
ثلاثة، وكنا بنستخدم العوامل الأولية ديت لإيجاد العامل المشترك الأكبر. العامل الاثنين مع الاثنين أكبر. المشترك الأكبر، ما دام عامل مشترك يبقى أنا بقارن ما بين إيه؟ ما بين اتنين، ما بين عددين، عاوز أجيب أكبر عامل مشترك ما بينهم. على سبيل المثال لو أنا عايز أجيب العامل المشترك لمين؟ لل 24 وال 36. عاوز العامل المشترك الأكبر للإيه؟ للعددين دول. نبدأ نحلل كل رقم فيهم، ال 24 كام في كام؟ ها؟ واحد في واحد في 24 حلو قوي. واحده واحده كده نطلع هنا ايه، ما دام انا شغال بالشجره دي يبقى انا بطلع عوامل اوليه، يبقى ما حدش يقول لي 1 في 24، انا عايز ارقام احللها. 12 في 2 او 8 في 3 او ايه تاني، او ال 4 في 6 صح؟ يبقى انا ممكن اقول او 6. اتنين في 12. دايما ما تحاولوش وانتوا شغالين في الشجره ان انتوا تجيبوا ارقام صغيره، حاولوا تجيبوا ارقام ايه كبيرة عشان تخلصوا المسألة بسرعة. أنا هنا الأربعة، الأربعة عامل أولي ولا غير أولي؟ واثنين في 12 غير أولي. غير أولي. واحدة واحدة بس عشان إيه نلخبط. الأربعة دي غير أولي. كله يعمل ميوت يا شباب. كله يعمل ميوت. يبقى الأربعة دي قلنا غير أولي، هتتحلل تبقى كام في كام؟ 2 ضرب 2. والستة غير أولي تتحلل 2 ضرب كام؟ 3. نروح على 36، 36 لما نيجي نحللها هنلاقيها 6 في 6. 6 في 6. طب الستة غير أولي تتحلل 2 3 في 3. 2 في 3. الستة الثانية. والاثنين في 3. 2 في 3. طب انا عايز اطلع العامل المشترك الاكبر اللي هو العين هنعمل ميم طيب 24 يساوي، برافو. يبقى احنا هنروح قايلين ايه، نشوف ال 24 دي بتساوي كام؟ 2 في يساوي 2 في ثواني يا 2 شباب، ثواني يا شباب عشان باقي زمايلنا. 2 في 2 في 2 في 3. 2 في 3 36. 2 في 3. 2 في 2 في 3 في 3. بس بنحط تحت المتشابه، يعني ادي الاثنين تحت الاثنين، وادي الاثنين تحت الاثنين، فاضل عندي 3 و3، نحطهم ايه؟ 12. لا ابدا بكام مستر؟ ما هو لا واحد في الاثنين الثالثه اللي هي بتاعت ال 24 ممكن نحط تحتها شرطه او ممكن نسيبها فاضيه عادي زي ما انت عملت وقتها. ناخد بعد كده ايه؟ المتشابهين، مين المتشابهين؟ ادي اثنين وادي اثنين وادي ثلاثة. ودي ثلاثة ناخد واحد العامل المشترك منهم بس الأكبر يساوي الأكبر اثنين في اثنين في اثنين ثلاثة في ثلاثة اللي هي بتساوي كام؟ اثنين في أربعة وثلاثة. حد فيهم حاجة؟ شرح أه صعب؟ لا سهل. لا 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 أنا حاسس إن الشرح كان صعب. لا سهل. طيب وخدناها في سنة خامسة. تمام، ربنا يوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله نتقابل مع بعض في الدراسه وكل عام يا وانتم مستر. ايوه حضرتك انا ما فهمتش الدرس، ممكن تقعده لي؟ الفيديو كله الشرح كله هيترفع النهارده ان شاء الله على اليوتيوب، ممكن تتابع صفحه الاكاديميه وهتلاقي الشرح نازل عليها ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامة.